معاكم عاملين ايه يا شباب؟ فيديو من ادم مصري جديد. زي ما انتم شايفين انا قاعد بعمل حركات اسطرية، شايفينها؟ رفعت حصان دي ولا اسمها ايه؟ فكروني يا جدعان في التعليقات، بس يا جدعان اعملوا بلايكات في ادم المصري ولو انتم عجبكم الفيديو فاعملوا بلايكات واشتراك. وزي ما انتم شايفين شايفين اللي انا بعمله ورا مش على باظ ايه والله ازاي. طبعا يا جدعان لو انتم عاجبكم الفيديو اعملوا لكل العاب ادب المصري لايك. الواد اللي اسمه هشام دوت اللي كنت بلعب مع بابجي اعملوا له لايكات واشتراك وكده عشان هو حبيبي صديقي برضو، وانا كنت بحميه وانا كنت عارف اللي فيه ناس كانوا عايزين ياخدوا باللوت من بابايا. والله ده انا حتى في ماينكرافت يا جدعان انا هصور لكم فيديو، ده انا هرن التنين والويزر دوت. بس يا جدعان ده الويزر ايه؟ مصيبة كبيرة. خلينا هموت في لحظة، بس بيعمل صوم. بس يا جدعان لو انتم بتحبوا العاب ادم المصري، والله اللي اسمه هشام لعاب بيعمل فيديوهات دوت، وطبعا شايفينه حركات، ايه رأيكم؟ اوبا لازم اروح بيت. فين هو؟ فين البيت؟ كل ده ولسه في الليل جدعان. بصوا الصباح رباح، هبقى اوريكم حركة اسطورية انا عملتها قبل كده من غير فيديو، بس انا هامد بقى ولا بتحرك ولا حي ده ولا والله اضرب بالقلم والله اضرب بالقلم يا اختي. بصوا بعد بيعملوا حركات في نفسه شايفين ولا هشد لك حتة قلم. تعالى يا حبيبي تعالى تعالى يا عم، راح فين؟ تعالوا بقى بس نمد النهار. تعالى يا عم خش الجراج، بطلع بره وافضل بره. يلا خلينا ننام، يلا بينا. سكس مش عارف ايه يا حراشي، يعني بعد ما نمت الليل لسه موجود؟ يا عم نام يا عم، يخرب بيتك انت ايه تصحى سكس حاوس هرس. مش فاهم هو بيقول ايه يا جدعان، انتم شايفين؟ نمسي ايه ده؟ يا خراش انا اتفسح احسن من المكسيك. ده نايم الساعة 9. بس انا عاوز عربية تبدا، عاوز عربية اهو. لازم تكون بتتحرك، حد سيئها. استنى يا اتوبيس، اوعى يا اتوبيس. داخلين ايه؟ هو احنا فاكرين نفسنا في بابجي؟ طب بيسوقوا مع عربيات
ايه ده؟ متأخرة، فاكرين نفسهم في فرط نهاية الدولة. ممكن اخدها اتفسح؟ يعني لسه بقولك كلمة. صلح يا عم. ايه ده؟ كيس بول؟ اسمها ايه دي؟ بولينج اهي، كرة بولينج. شفتوا بالسرعة والجمدان؟ يا نهار بطاطس. واو، شفتوا ده الخط طاير. ايه هليكوبتر، هليكوبتر. سم 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 والله يا والله ده عندك بس انت سافلنا في الطريق. بص وديله يا نهار. بص سرعة ألف و شايفين؟ مية وسبعين، مية وثمانين. يا نهار ده شايفين بيقدر يعوم، قلت كأنه مد. خلاص يا عم الموتوسيكل يبي. ايه ده؟ جدعان خلي بالكم، في لعبة أقوى أقوى ميجا، عارفين يا اسمها ايه صح؟ لايف أفتر. لايف أفتر ديت أنا هنزلها وهجربها معاكم، يعني أنا هوريلكم الفيديو لتلاتة وتمانين دقيقة عشان نعرف ازاي النهاية وازاي الحاجة. يا شيخة بس يا جدعان، لو انتم عاوزيني انزل لايف اكتر احنا خلاص. بصوا انا دلوقتي بصور لكم فيديوهات جديدة، بس اللعبة ديت مش عارف اسمها ايه، بس انا ممكن اكتبها لكم في اليوتيوب وتعرفوا اسمها ايه. بيب بيب. ايه ده؟ الله لزبيب. بصوا شايفين سلومو، سلومو دوت بيخليك بطيء خالص، ممكن تخلي العربية بطيء، تخلي اي حاجة. الله الله دي كانت هتشيلني ايه، هتطيرني في السبع وغط الفضاء. ايوه 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 تعالي. الله بيجوا من هنا السوس. ايوه ولاد الايه، يلا يخرب بيتكم دول. ايه صراع صراع عم فيهم على اخر لحظة. مسلسل بدو الرئيسي عارفه من عمد. يا خلاص يا خلاص. ايه ده؟ تعالي شايفين؟ في فتحة صوت الموسيقى ولا ايه؟ خلينا نشوف. انا عايزة اوريكم على حاجة، انا عارفة. واو مكنة الطيارات. يا في اخر الدنيا ليه يا جدعان؟ ايه طلقة طلقة. يا خراشي الولد. يا
بيجيلي فلوس. شفت الراجل ده؟ لا 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 هذا العود الجديد. واو انا مش وراها عارفين ده وقع يختار. شايفين؟ لا شايفين يختار. ايه ده؟ هما ثلاثة كلهم على يختار. طبعا يا جدعان لو انتوا عايزين تعملوا لايكات يلا بسرعة اعملوا لايكات عشان احبكم. بس لو انتوا ما عملتوش احبكم برضه قولي في التعليقات. ازاي انا مش عارف اعمل حركات اسطورية؟ قصدي لا مش دي تكتبهاش مش هتوها هزعل. انا مش عامل فيديوهات. طبعا يا جدعان اكتبوا لي في التعليقات حاجه غريبه اللي الطيارات الموجوده وطيارات حربيه ما بتتركبش غير الطياره اللي انا راكبها. بس حاجه غريبه. ايه ده؟ صحراء؟ شايفين ده؟ شايفين؟ ترى ترى وين؟ ده مكان حربي ده ولا ايه؟ شايفين نفسي ده عم اسعد ده يا نهار يا خلاص. الله يرحمه انت ضايع. الحين ده عنده اظهر الخط بتاعي بسرعة عشان اوصل البيت عشان الليل جاي. شكل يا خلاص الله عليك يا زلمة. تقدر تقوم شكلين يحصل يحصل. يا خلاص لازم تسيب. يا خلاص لحتة بس دوق. الله عليك يا زك. أقدر أرسك النت مجانا الساعة 17 ولا ايه؟ يا سلام على الفلوس وجمدانها. هات يا عم باي.
سيتي في المكان في المدينة في فلوس باي نشتري. يا خراشي شحن تليفوني شكله مكمل. ماما سمعت صوت الصراصير؟ اجري يا عم عاوز انام. الله عاوز اقعد. جدعان اول ما اصحى انتوا عاوزين اكل ايه؟ انا عندي بيض، عاوزين بيض مسلوق فول. اللهم بارك اخر كل يوم. منهم معايا ممكن اجيب لكم يا ماما. لا عربية. يا طيارة القطة يا جدعان خدوني. يا سفلة والله سفلة. شايفين طيارة طيارة أشكركم مرة فيديو جديد. يلا سلام.